ناقص تقولي لي جيب عربية ترمز وأسير أبيع بالحارات ترمز، والشهادة اللي أنا حاملها عن قاهي وأشرب ميتها وسنين عمري اللي قضيتهم بالدراسة. ومالها عربية الترمز؟ مش بتفتح بيوت؟ ولا نسيت حضرتك أهلك من وين علموك؟ قلت لك أجيبي سيرة أهلي، فاهمة؟ بعدين الزمن اتغير وأنا معي شهادة، بديش أشتغل إلا فيها. يا سيدي ما تدقش، هاي اللي بيعمل عنا شاي وقهوة معاه شهادة بكالوريوس، والشغل مش عيب. يا ستي مش عيب وما قلتش عيب، بس العيب إنه اللي معاه بكالوريوس يعمل شاي وقهوة للي معاه دبلوم زيك. شو قصدك؟ لا سلامتك، ما قصدت إشي. الله يرحمك يا يمي، الله يرحمك. لمن إجاه صبي قال فرحت قاعدة تزغرت، مش لو جابتني بنيت، لو جابتني بنيت كان أنا هلقيت بشتغل أحلى شغلة، وكان أنا بعشرين منظمة نسوية مسجل. طب اسكت اسكت بلا كترة حكي، قوم حضر لي الغدا لأني ميتة من الجوع. الأكل جاهز هي في المطبخ. طيب شو طابخ لنا اليوم؟ شو بدي أطبخ يعني؟ كالعادة مقالي. أنت ما بتعرف تعمل إلا المقالي، هريت معدتي من المقالي. الله يرحم أيام زمان لما كنت أنا اللي أطبخ ما كنت تاكل إلا الطبيخ. يا ستي أمي الله يرحمها ما علمتنيش الطبيخ، هاي اللي علمتني إياه، ما كانتش تعرف إنه ابنها بيوم من الأيام بده يصير يطبخ وينفخ، ومرته بتشتغل وهو قاعد بالدار. ابو فهد يا ابو فهد. والله لا تاخذني يا عمي ابو صابر، والله ما انا صاحي. مالك يا زلمه ماشي ومش شايف حدا قدامك؟ تعال اقعد نشرب لنا فنجان قهوه. روح الله يزيد فضلك. والمالك يا رجل شو فيه؟ زي ما انت شايف يا ابو صابر بحكي مع حالي. معقول يا رجل؟ ول شو صار في الدنيا عشان تحكي مع حالك؟ والله ما بعرف، بس فعلا اشي بيخلي الواحد يحكي مع حاله. وزمان صرك على هالحالة؟ والله زي ما انت شايف يا ابو صابر من يوم ما اشتغلت المرأة واني على هذه الحالة، لا شغلة ولا عملة. شايفك حامل هم الدنيا على كتافك يا رجل، هونها بتهون. قوم دورك على شغلة. قوم. والله تعب رجلي يا ابو صابر من كتر المشي، كله على الفاضي على الفاضي. ليش؟ شو السبب؟ السبب انه كلهم بدهم نسوان يشتغلوا عندهم. شو عمل اني؟ تاهت ولقيناها. حلو لهون. حلو، شو اللي لقيت هي؟ اذا هيك الحل عندي. ايه ده بدنا نارك، شو الحل؟ لا يا سيدي، لا يا ابو صابر، كل الا شواربي حبيبي هذول. طب اقعد اقعد اقعد، شو عملوا لك شواربك؟ شغلوك؟ يا عمي يا حبيبي هذا من زمن الشوارب. والله ما بحلقهم لو اني بموت من الجوع، اعوذ بالله. بعدين لو حلقتهم لنفترض يعني بدهم يشغلوني؟ انت افهم علي واعمل زي ما بحكي لك. صباح الخير أستاذ. صباح النور، تفضل مدام. آنسة لو سمحت. آسف يا ستي، تفضل. تقبشني، يزيد فضلك. أي خدمة، تفضلي. أنا جاي بخصوص الإعلان اللي معلقينه على الباب. أها، قصدك بخصوص الشغل؟ يه أنا لحلوبة بالداو الشراء. إيه على رأسي والله، إيه بس اليوم أنا وظفت واحدة وبكرة نازل تسلم الشغل. طب ليه الإعلان كمعته على الباب؟ تياسي والله تياسي، هسه بشيله. منيح هيك يا ستي،
انتو خسرتوا وحدة ما لهاش اخت بكل البلد. ايه هذا من حسن حظنا، ايه قصدي من سوء حظنا. متاسفين والله مدام. باي. مع السلامة. الله يكون في عونه اللي بده ياكلك. مع اني والله متأكد ما بوقتك لرب العباد. شايف يا ابو صابر؟ لا الشاكريه زبطت معي ولا لما عملت هالحرمه زبطت معي برضه زبطتي. طيب وين المشكله؟ جرب المفتول. بالنسبه للشاكريه ما زبطتش معي لانه انت علمتني اياها، اما بالنسبه للشغله الثانيه برضه ما زبطتش لانه شكلهم بدهم مواصفات اعلى. طيب شو الحل؟ والله ماني عارف يا ابو صابر. في إلي صاحب برا بيشتغل بشركة كبيرة، بجوز يأمن لي عقد عمل عنده أطلع عنده أشتغل برا. له يا أبو الفهد، وبلادنا لمين نتركها؟ إذا كل واحد ما لقى شغل يهاجر؟ شعمل يا أبو صابر شعمل؟ بدي أعيش؟ يا ستار معلش آسف خيتي. عمل لي يعميك مش شايف؟ يا عمي انت اللي صدمت فيي مش انا. وكمان فوق ما انت اعمى ما بتستحي، شوف قدامك بدل ما انت ماشي مع مقمارك. الله يجيبك يا طولة الروح. خلص يا خيتي تخلص روحك زي العجل مش شايف قدامك. الله يرضى عليكي روحي من وجهي لاني شايف الديك ارضى. واذا ما رحت شو بدك تعمل؟ ضربني تفضل ضربني، اذا كنك زلمة ضربني. اخ لو انك مش بنت والله لا كسرتك تكسير. فعلا اللي استحوا معته رجال اخر زمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسميت أبو فخر شو قال هي؟ قال هي لأنك بنت فديش أمد إيدي عليك. شفت؟ بمعنى آخر إنه إحنا زلام بنضرب لأنه زلام، بالبنات بنضربوش. يا سبحان الله، حتى في هاي شفت يا سيدي؟ شفت بعينك؟ شفت شفت. شو بدنا نعمل؟ مش قلت لك هذه حكم القوي على الضيف. نعم للمساواة، نعم للمساواة، حقوق الرجل، حقوق الرجل، حقوق الرجل، احنا النص، انت النص واحنا النص، انت النص واحنا النص، انت النص. بدنا حقنا يلا، بدنا حقنا يلا، بدنا حقنا هالقيد، بدنا حقوقنا هالبيت، ما بدنا قعدات البيت، وما بدنا قعدات البيت، بدنا حقوقنا هالقيد، وين حقوقنا وين هيك؟ ليش اخذتوها منا؟ ليش اخذتوها منا؟